شو وين امكم؟ ما بنعرف. ليلى! ليلى! نعم استاذ. قولي للمدام الغدا جاهز. قلت لها قال ما بدها تتغدى. طيب روحي انت. مها قومي قولي للماما انه ما راح نتغدى لا تجي. حاضر. شو اخبار دراستك؟ كويسه بس في عندي بجوز احمل البيتون بجوز. بجوز لسه تحمل اكياس شمينتو على الدراسه. جليس. قال ما بدها تجي ما لها جوعانه. طيب. كلوا انتو. ما رديت. ليش مقاطع الاكل؟ كمان ما رديت. صايمة؟ ايه صايمة. رديت. احكي لي في شيء زعجك؟ يعني ما بتعرف. شو اللي بدي اعرفه؟ احكي لي بشو كنت عم تحركش بنص الليل بالمطبخ؟ يلا ايميليا الافكار من راسي. معقوله انا حركش؟ ليش لا؟ مالك رجال؟ ليش الكذب؟ ما بعرف. انت شو رايك؟ انا ما عم امزح. وانا ما بحكي جد. اكيد في سبب لوجودي بالمطبخ. خلص رح يجي يوم تعرفي فيه كل شيء. لا تضغطي علي اكثر من هيك. خلص اميره. شو اميره؟ ملكة! ذكريني ارفع دعوة يغيروا لك اسمك. ايه ملكة. شو رايك؟ لا ملك مثلا. لا صياد ما بزبط. اسم حماتي بس اسم مو على المسمى. يلا اضحك علينا الكلمتين الحلوين. خلص اضحكي بقى. خليه بان السن. اضحكي. لك اضحكي. لك خلص. اضحكي. قومي ناكل يلا. يلا قومي. يلا خليه خليه فان. ما قلت لك ما بيتغدر؟